need some gas on me. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي قناة الصحة والجمال الفضائية، اهلا بحضراتكم. يتجدد معكم اللقاء وحلقة جديدة من حلقات برنامج حكايات بلدنا. النهارده حلقة موجزة ولكن في الصميم عن اهم سلعة ترتبط بنا ارتباط وثيقة مصريين، يمكن صناعة الدواجن. واحنا برنامج في الحقيقة الكل يعلم مدى اهتمامه بالصناعات بشكل عام، لكن صناعة الانتاج الداجيني والدواجن في الحقيقة بتمثل أهمية قصوى لما تضمه من رقم كبير للعمالة، أيضا الاهتمام المستهلك. في الحقيقة مفيش بيت في مصر يخلو من الفراخ وتفاصيل هذه الصناعة، من يعني موائد الأسر المصرية لا تخلو من الفراخ على الأقل مرتين ثلاثة أسبوعيا. ممكن المواطن في الحقيقة تجاهل ارتفاع أسعار بعض يعني أكل وكذا في الأسواق، ليمون بصل، ولكن الفراخ دايما مسار جدل. اسمحوا لي النهارده هنتكلم في تفاصيل كثيرة تتعلق بهذا القطاع من خلال ضيفي اللي منورني على الهوا هنا في الاستديو، الأستاذ محمد الهنداوي، رئيس بورصة الدواجن بكفر الشيخ. نورني يا باشمهندس محمد. ربنا يخليك. ازي حضرتك؟ ايه المسألة؟ يعني احكي لي، احنا من وقت انفلونزا الطيور والقطاع بيشهد اضطراب بشكل مستمر، يعني برغم الجهود اللي بتعملها الدولة وبرغم أحاديث المسؤولين سواء في يعني اتحاد مربي الدواجن أو في غرف تجارية أو في وزارة الزراعة عن مجهودات بتبذل للسيطرة على سعر الفراخ وكذا في الأسواق، ولكن اسمح لي، في كل لحظة وفي كل يوم بنبات بنصحى على ارتفاع جديد. ايه المسألة؟ احكي لي. احنا عندنا بالنسبة لارتفاع أسعار الدواجن اليومين دول، ده بيتوقف على قلة عرض. يعني عندنا في المزارع لو احنا كنا بننتج مثلا وليكن في محافظة كفر الشيخ السنة اللي فاتت 2 مليون فرخة، النهاردة بننتج مثلا 750-850. يعني ده على سبيل المثال للحصر؟ بالظبط. محافظة كفر الشيخ 2 مليون فرخة، ده كان انتاجها قبل انفلونزا الطيور ولا؟ لا، ده كان من سنة ونص فاتت. سنة ونص. بالظبط. حضرتك بعد ارتفاع أسعار العلف السنة اللي فاتت وصلنا لكام إنتاجنا النهاردة؟ النهاردة مثلا وليكن نقول 750 ألف. 700 يعني أقل 1,250,000 طائر. السنة اللي فاتت حضرتك كان أسعار العلف وصلت 30,000 جنيه. ابتدى من 10,000، العلف كان ب7,000 و8,000 و10,000، وصل لغاية 30,000 جنيه. 30,000 جنيه دوت طبعا أثر على المربي بدرجة ان مثلا حضرتك كان معظم المربيين الصغيرين اللي هم في السوق، اللي هم اصلا سايرين السوق، ما بيقدرش يكمل، بيشتغل دورة واتنين وبيبتدي يخسر، فبيبتدي اجباري كده يطلع من السوق. حضرتك احنا بنعاني دلوقتي من قلة عرض الفراخ الكبير. يعني ده برغم ان انا بسمع احيانا بعض التصريحات من مسؤولين ان احنا عندنا فائض تصديري واكتفاء ذاتي، يعني انا عارف لك بتتكلم شويه من ارض الواقع. بالظبط. يعني احنا مثلا عندنا دلوقتي ما فيش انتاج دواجن كتير في محافظه كفر الشيخ او في محافظه الغربيه او في المنصوره، اي مكان بينتج دواجن الدواجن فيه قليله. فاحنا عندنا ازمه. طبعا حضرتك لما جه ارتفاع سعر الكتكوت النهارده بيتراوح من 26 ل 30 جنيه، محدش هيدخله. يعني الكتكوت ده اول بدايه، يعني الكتكوت بتقول لي كام؟ 26، من 26 ل 30 حسب اي شركه. ده تقريبا نص تكلفه المنتج. بالظبط. يعني اذا كان المنتج النهارده احنا بنتكلم مثلا، احنا بنتكلم بيتراوح سعره من المزرعه ما بين حاجه و60 وحاجه و70، النهارده من المزرعه ب 74 74 74 يعني تنفيذ مزرعه النهارده ب 74، وانا مثلا لو عندي في كفر الشيخ 20 مزرعه بيطلعوا، ما فيش الا 3 4 بيطلعوا النهارده.
طبعا ده عامل ارتفاع في الاسعار. طب انا هروح لموضوع الكتكوت، والحقيقه هو السعر ملفت للنظر بالنسبه لي. اتفضل. يعني يمكن انا سعيد بلقائك النهارده لان انت هتضيف لي فنيات في هذه الصناعه بالزبط. محتاجين نعرف تفاصيلها بشكل اكبر من خلال متخصص، ولكن انت بتقول قله المعروض وكذا بالزبط. معنى كده ان احنا علشان نصل الى مساله ضبط الاسعار محتاجين نشتغل على الاسباب التي ادت أول الى اول سبب النهارده احنا لازم حد يراقب شركات الكتاكيت. ده سبب رئيسي، ده سبب رئيسي النهارده. النهارده انا عشان اروح احجز كتاكيت كتكوت ب 30 جنيه يعني انا تكلفه الكتكوت او وليكن 10 جنيه ليه تبقى ب 30 جنيه ونوصلها للمربي خدنا ربع التكلفه بتاعته في الكتكوت 30 جنيه. طب بعد كده هيستعمل دواء وليكن ب 7 8 جنيه، في عمال ب 5 جنيه، في علف هياكل 3 كيلو علف ب 60 جنيه النهارده، هتبص تلاقي المربي يبتدي يخسر، فلازم المربي ده طلع من السوق. المربي الصغير لو منطقه فيها 10 مربيين فيهم 7 هيطلعوا. انت هنا بتتكلم في نقطه مهمه ما قبل السوق، يعني انت هنا بالزبط. بتتكلم في ما قبل المربي. اه طبعا، ما انا عشان اوصل المربي ان السعر يطلع كويس لازم يبقى في رقابه، اول شيء على الكتكوت. الكتكوت لو وصل المربي في المتناول بتاعه لو بيكلف 10 جنيه وصل 12 جنيه للمربي التكلفه هتقل، فهيبتدي سعر اللحم اللي بيطلع من المزرعه نفسه يقل. يعني هيبتدي يوصل للمستهلك بسعر قليل. انما احنا يعني بنعاني النهارده رؤيه من خبير وحد متخصص، يعني هل فكره الانتاج انتاج الكتكوت نفسه بيكلف قد ايه ومدته قد ايه؟ احكي لي يعني انا ما عشتش يعني الشركات حضرتك. هو الكتكوت نفسه دي عباره عن امهات، الام بتقعد 6 شهور على ما بتطلع. طيب حضرتك تكلفه الكتكوت من 7 ل 11 جنيه، من 7 جنيه دي التكلفه الفعليه. دي التكلفه الفعليه. كتكوت النهارده بيتباع من 26 ل 30، ده احتجار شركات اصلا، احتجار تجار محتكر السوق. طب هو محتكر السوق بيوصله ل 30 جنيه، طب لو هوصله ل 40 جنيه يعني احنا سامعين ان في كلام اللي جاي ب 40 جنيه يبقى راح من سعر اللحم النهارده 40 جنيه بسعر الكتكوت. هنشتغل ازاي؟ المربي مش هيشتغل. هل سؤال كده يعني على الهامش، تدخل انا بشوف دايما تدخل من المؤسسه العسكريه في كثير من المجالات، هل تدخل المؤسسه العسكريه او الدوله في هذا المجال كمنافس عامل من العوامل اللي ممكن تساعد على ضبط السوق؟ يعني طبعا يعني هنا انت بتتكلم واضح عن قطاع طبعا قطاع الكتاكيت تحديدا وشركات الكتاكيت. تدخل بقى المنظمه العسكريه في الموضوع ان هي تتدخل وتراقب مثلا شركه الدواء، تراقب شركات الكتاكيت. طب حضرتك هي ما اقصدش كده، اقصد تدخل كمنافس كمان لشركات. لو دخلت كمنافس ما هينزل السعر. طبعا هيبقى في زياده في الانتاج، طبعا هيضطر السعر ينزل. ما هو اللي عامل ضجه النهارده ايه؟ ان المزرعه النهارده بتطلع ب 74 جنيه. طيب انت جايب الحمل على المربي، هو اصلا ما فيش انتاج، عشان اصلا ما فيش انتاج في مثلا في محافظه كفر الشيخ ما فيش انتاج. احنا عايزين انتاج يوفر ان مثلا توصل الفراخ تكلفه الفراخ الكيلو هيوصل 55 جنيه. لو المربي طلعها ب 58 جنيه ب 60 جنيه هيبقى كسبان والدنيا كلها تمشي. والله اسمح لي اقول لك كمان، انا كمستهلك، انا نفسي كمستهلك وانا بيبقى يعني عندي اليات اتصال بجميع المسؤولين، ببقى في حيره من امر يوميا بالنسبه لتحديد سعر المنتج بالظبط. اسمع عن حاجه و70 وحاجه و80، حتى يعني الاستغراب بالنسبه لي ان بعض الاخبار بتتناول موضوع الفراخ يوميا تلاقي المانشيت بيتكلم عن ارتفاع ومتن الخبر بيتكلم عن استقرار. في الحقيقه بقينا في حيره من امر ده. طب وبمناسبه هذا الكلام خلينا ناخد على التليفون الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبه الدواجن بالغرفه التجاريه. اهلا وسهلا خير يا دكتور. اهلا استاذ محمد، اهلا بحضرتك واهلا بالساده الضيوف اللي عند حضرتك. اهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور اسمح لي انا لسه بتكلم مع ضيفي في مساله حيره المستهلك في تحديد سعر اليوم. يعني انا النهارده حتى يعني قدامي دلوقتي خبر عنوانه بيقول ارتفاع كبير ومضمونه بيتكلم في استقرار وبيتكلم في توقعات، يعني اسمح لي في البدايه كده اعرف منك اسعار اليوم النهارده. لا، هو القضيه الاساسيه ما حدش يقدر يقول ان بكره يحدث ايه، لان عندي متغيرات وما عنديش ثوابت، ما اقدرش اعمل الكلام ده كله. لكن انا بتكلم النهارده الفراخ هيبقى تكون ب 73 او 74، ده سعر مغالى فيه. انا ماليش دعوه بالشحيه، هل الشحيه بتادي ارتفاع الاسعار؟ قضيتي الاساسيه المنتج ده تكلفته قد ايه؟ هل المنتج ده تكلفته نفس السعر ومع الهامش الربح؟ النهارده يا فندم 73، ما انا بقول لحضرتك. لكن النهارده لما اقول ان العلف النهارده بيتباع من 18.5 ل 19، حتى لو حسبت على الكتكوت اللي هو فيه مبالغه بشكل غير طبيعي ب 30 جنيه، ليه ب 30 جنيه؟ عشان ايه؟ تكلفه الكتكوت 12. هذا الكلام يا فندم طرح يعني قبل المداخله من خلال ضيف على الهواء وطالب في الحقيقه برقابه شديده على شركات الكتاكيت. طب مفيش كلام، لا هم بيقول لك ان احنا ما عندناش كتكوت لان الامهات طلعت في مده معينه، فانا ما عنديش كتكوت بيقضي.
يا فندم الناس بتحجز لمده شهر. 2009 و2010 كان عندي ازمه في الامهات، استوردنا من كل الدول. خلاص طالما انت مش عايز تعمل انضباط للكتكوت بالسعر اللي يتناسب مع الوضع الحالي، خلاص افتح الاستيراد للناس اللي عايز يستورد استورد. لما تستقر الصناعه وترجع الانتاجيه الى ما كانت عليه الغي الاستيراد. لكن انا النهارده الكتكوت ب 30 جنيه وانا قدامي اربع خمس اشهر لحين ما تيجي دورات جديده تنتظر، ده كلام غير عقلاني. تحكم كبير يا دكتور في السوق. طبعا مفيش كلام ده كده. انا يعني اللي انا بقوله ان ده ربما بعض الشركات الكبرى تتحكم عشان تخلص الناس اللي صايره تطلع بره، هو يجي بس السوق كله، ده كلام غير منطقي. انا عايز اقول حتتين بس بالنسبه للسمسره وبالنسبه لاجهزه السوق الحر. السمسار الناس كلها بتلوم ويقول لك السمسره بوظين السوق، واحنا بنقول ان احنا لا يصح باي حال من الاحوال ان السمسره تتحكم في السوق. لكن السمسار ايه وظيفته؟ السمسار حينما يزيد العرض عنده. النهارده انا جاي لي 10 عربيات عايزين فراخ، عندي 100 مزرعه فاتحه، السعر بينخفض قليل العرض والطلب. طب لما يكون عنده 100 عربيه وعنده 10 مزارع السعر بيرتفع، لكن انا مش عاوز الكلام ده، لان الكلام ده اليات العرض والطلب التي تتحكم في السوق يبقى اليه فاشله. صحيح صحيح. العرض والطلب انضباط، العالم كله اليات العرض والطلب فيها انضباط، اما عندنا فيها انفلات فما ينفعش. فلا بد ان انا يكون عندي اليه محدده استطيع من خلالها اعمل انضباط للسوق. يبقى لا السمسار له دعوه ولا اليات العرض والطلب لها دعوه. انا بنتج ازاي؟ انا انتاجي النهارده الكتكوت بسعره كذا، العلف قد كده، بياكل كذا، عندي نسبة نافع، عندي التحصينات، عندي كل الكلام ده كله، يبقى التكلفة بتاعتي وصلت. النقطة الثانية يا دكتور كنت حضرتك عايز تتكلم فيها. نعم. النقطة الثانية حضرتك قلت عندي نقطتين. هي النقطة الأولانية إن أنا عندي بورصة تستطيع من خلالها إن إحنا نعمل تكلفة إنتاج مهام الشركة، يا إما يصدر تشريع في مجلس النواب. أنا الدورة تنعقد دلوقتي، دورة المجلس النواب تنعقد، يعمل لي قانون يقول لك والله 5% ربح لكل اللي سمعت تكلفة الإنتاج. ففي الحاله دي الناس تنتظم ويبقى الدنيا منضبطه. يبقى انا الراجل اللي بيربي ما يخافش، هيربي ومش هيخسر ومفيش مشاكل بالنسبه له، والمواطن حاسس ان مفيش غبن عليه مع الرقابه الصارمه للحلقات الوسيطه. دكتور عبد العزيز اسمح لي، انا النهارده حضرتك بتقول السعر مثلا 74، انا كمستهلك بنزل بلاقي السعر احيانا فوق ال 74 بزياده. انت بتقول لي لا ده 74 في المزرعه، 74 ده في المزرعه. انا بتكلم على وضع الاسواق والتفاوت بين التجار والمحلات. اسمح لي انا كمستهلك اعرف السعر بتاع اليوم ازاي بشكل اساسي ورسمي، واتصرف ازاي في حاله وجود زياده. طيب احنا اللي بيحدث الاتي، احيانا احنا بنطرح ونقول والله السعر النهارده في المزرعه 70 73 74 وبنحط عليه من 5 جنيه ل 7 جنيه. يبقى من المفترض لو السعر في المزرعه 73 المفروض تتباع ب 80 اقصى حد، لكن في ناس بتبيع ب 80 و85 و87 يعني ما تبقاش 74 يا فندم ولا 88 او 85 في السوق. ده كتير طبعا، ده في مبالغه بشكل غير طبيعي. تمام اتصرف ازاي كمستهلك؟ يعني لما اعرف ان سعر لما اعرف ما عندكش قانون يا محمد، ما عندكش عشان تحاسب. يعني انا النهارده لما اجي اتكلم هبعت لمباحث تمويل الوزاره، ما عندكش قانون، ما عندكش تفعيل، هيحاسبك على اي اساس؟ لو حط بس حته ورقه كده على الفراخ، الفراخ ب 100 جنيه مش هتقدر تتكلم معاه، هو عامل السعر عاجبك مش عاجبك. انت هنا دكتور بتشير الى ضروره وجود قانون ملزم ومنظم لمحلات الدواجن في الاسواق. طبعا لازم يكون في رقابه، لازم طبعا. لازم يا باشا لازم يكون في، عشان انا لما انا الجهه الرقابيه اجي احاسبك على اي اساس؟ مفيش عندي حاجه احاسبك عليها، وبناء عليه يبقى عندي خلل. فاللي احنا بنتكلم عليه لو تكرمتوا يا ساده يا مسؤولين، النهارده في انفلات في بعض السلع الاستراتيجيه. هذا الانفلات لابد يكون في ضوابط، الضوابط لا يصح باي حال من الاحوال في ظل الازمات العالميه ان يكون الضابط هو اداه العرض والطلب، الضابط لابد يكون قواعد واسس ومبادئ عامه وقوانين تحكم هذا الامر علشان المنتج ده ما يخرجش بره المنظومه ويخسر، وايضا ما يكونش هناك جبن على المواطن او انا اتهم اي حد. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور على هذه الرؤيه، ولكن انا معايا في الاستديو اسمح لي ضيف هنا الاستاذ محمد الهنداوي رئيس بورصه دواجن في كفر الشيخ. هو حابب يعني يتوجه بسؤال لحضرتك. زي حضرتك يا دكتور، زي حضرتك الله يخليك. احنا حضرتك كنا بنعاني من فتره، طبعا سعر العلف وصل 29 و28، والفتره ديت العلف نزل من 18 زي ما حضرتك تفضلت، من 18 ونص ل 19. فاحنا قابلتنا ازمه ثانيه اللي حضرتك قلتها دلوقتي بالنسبه لشركات الكتاكيت. يعني انا عندي شركات كتاكيت مسعره لبكره الصبح ب 30 و32. طبعا حضرتك تعرف ان تكلفه الكتكوت ديت ما تعديش وليكن ال 10 12 جنيه.
بالظبط، انا قلت لك 12 جنيه صح؟ اه 12 جنيه. طبعا دي ازمه بتقابلنا تانيه، هتقابلنا بعد كده في المرحله اللي احنا فيها دي بعد 35 يوم و40 يوم هيقابلنا ضروب تاني في سعر اللحم. فاحنا عايزين حل الموضوع ده، لان بعد 40 يوم و35 يوم هيقابلنا ضروب جديد. احنا النهارده بنتكلم في 74 سعر المزرعه، بعد 35 يوم ممكن نتكلم في اعلى من كده بسبب ارتفاع الكتكوت. وطبعا مش كل الناس، لو في عندنا 70% بيسكنوا النهارده، ما عادش يجي 40% بيسكنوا بسبب سؤالك للدكتور. اه بسبب يا دكتور، بسبب ارتفاع الاسعار الكتكوت. عايزين حل للمشكله دي يا باشا. الحل انا قلت لك حل، والكلام ده احنا عملناه في 2009 و2010، قعدنا سنتين بنستورد الكتكوت في ظل ان الكتكوت كان مرتفع بشكل غير طبيعي. بالظبط، وصل للارتفاع ده. لما استوردنا حصل انضباط في السوق، لما بدا احنا لشركات الكتاكيت تدخل قطعا امهات، ادخال منافس يا دكتور. انت هنا بتتكلم في ادخال منافس طبعا، لازم، مفيش كلام. بس انا ما جايبش منتج نهائي، انا بجيب منتج ليه يعني انا بجيب مواد خام على اساس الناس تشتغل. ما ينفعش ان انا اطلع واحد عنده مزرعه صغيره وعنده عائلين ثلاثه اولاده مع احترامي لهم بيشتغلوا معاه، اطلعه بره عشان اجيب منتج نهائي كامل؟ لا، انا بجيب مستلزمات انتاج الكتكوت عشان المزارع تشتغل، ونسكن المزارع ونشغل كل المزارع. في الحاله دي يا اما الناس صحاب قطاع الامهات يرجعوا الى السعر العادل، يرجع بقى ب 15 16، يا اما النهارده خلاص احنا جبنا وعملنا انضباط للسوق المصري والناس كلها اشتغلت. ده اللي احنا بنتكلم عليه. انا بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا دكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبه البواجن بالغرفه التجاريه. زي ما سمعت حضرتك يمكن تعليقنا يعني كان طبعًا متفق في الراي معاك في ضروره وجود دي ازمه بتقابلنا احنا كمكتب. النهارده لو عندي مثلا 10 مزارع عايزين يسكنوا كتاكيت، انا مش عارف اجيب لهم كتاكيت. يعني الموضوع كمان واضح مش في ارتفاع اسعار بس، هي مش الفكره، مش هتقابلك العقبه دلوقتي. العقبه هتقابل بعد 35 يوم، اللي هي الدوره اللي هينزل فيها الكتكوت النهارده. بعد 35 يوم سعر اللحم فيها هيبقى غير طبيعي. يعني انت هنا بتحذر. اه طبعا هيبقى في كارثه بعد كده. اه طبعا بعد 40 يوم هتتفرج على سعر اللحم هيطلع كام. ان لم تتدخل الدوله بشكل سريع بالظبط، لازم الدوله تتدخل. يعني تتوقع الاسعار تطلع لكام؟ لازم الدوله تتدخل، لان النهارده حضرتك لو مش عايز افزع الناس. بس لو كنت تتوقع السعر يوصل لو حضرتك الكتكوت ب 30 جنيه النهارده وانا ببيع ب 74 جنيه، يبقى حضرتك شلت 30 جنيه من ال 74 جنيه من تكلفته المربي، يبقى انت هتخسره. طبعا انت عشان تخسر المربي، المربي مش هينزل الكتكوت ده. يعني لو حضرتك 20% بينزله النهارده مش هينزله. انت هنا بتتكلم في توقع بقله المعروض بشكل اكثر. بالظبط، يعني في مشكله هتحصل بعد 35 يوم، بعد 40 يوم بسبب سعر الكتكوت. كتكوت تكلفته 12 جنيه، حرام يتباع ب 30 جنيه. حرام كتكوت يعني ب 12 جنيه يتباع ب 15، يتباع ب 16، يتباع ب 17. احنا حلينا مشكله العلف، طبعا ما كانش فيه خامات واتحلت مشكله العلف. كان العلف ب 28 و29 الف، العلف نزل ل 18 و19. هذا المجال الخفاض. طبعا المفروض بقى ان احنا علقنا شماعتنا كتير على موضوع الاعلاف. بالظبط، طبعا كله كان بيعلق شماعته على موضوع الاعلاف. بالنسبه لنا الاعلاف تشهد انخفاض. النهارده هتحلت ازمه الاعلاف، بقت ازمه كتاكيت. فاحنا عايزين الدوله تتدخل، لان حضرتك بعد 45 يوم هتتفرج. النهارده بنتكلم في 74، لا الرقم هيتغير خالص. وطبعا اضف يعني استاذ محمد، اضف الى تدخل الدوله. بالظبط، عايزين مساله بالزبط. اكيد هناك رؤى ومطالبات من الدوله بتدخل في امور اخرى بالنسبه للقطاع. شايف الدوله مفترض تتدخل في ايه خارج مساله الكتكوت؟ لا، تتدخل في العلف، وتتدخل في الكتكوت، وتتدخل في سعر اللحم عشان يحدد. بالظبط، النقطه اللي كنا فيها مع دكتور عبد العزيز، تتدخل في سعر اللحم. عدم وجود جهه ملزمه وعدم وجود سعر. طبعا محدش مسؤول ولا حد. هو دلوقتي عرض وطلب. العرض كتير زي الدكتور عبد العزيز ما اتفضل وقال، العرض كتير، فبنضطر احنا حضرتك ننزل سعر اللحم. ولكن اسمح لي، ما بعد المربي دائما في قفص الاتهام السمسره والتجار. بالظبط، وانت انا اعلم يعني بص، كل المنظومه دي كلها مبنيه على المربي. المربي احنا عايزين المربي يستمر عشان المنظومه كلها تستمر. ما بعد المربي هنا التاجر في قفص الاتهام، السمسار في قفص الاتهام فعلا. بالظبط، طبعا اي حد بيستغل السلعه ديت، لان طبعا حضرتك النهارده كيلو الفراخ ب 74 جنيه على ما يوصل المستهلك في القاهره هتسمع فيه 85. صح ولا لا؟ اي بيت ما يخلاش انه يكون بياكل مره واثنين وثلاثه فراخ في اليوم. هناك قانون دائما مثل جدل في هذا القطاع، القانون 70. بالظبط، يعني كلمنا عن رؤيتك ليه وجدولك. لا، قانون 70 احنا حضرتك وليكن 12 مليون عامل في انا عايز بس للتوضيح كمان اللي بتابعنا. قانون 70 بيتكلم في منع تداول وبيع الطيور الحيه. مش يعني القانون ده احنا عندنا اكتر من 12 مليون بيشتغل في مجال الدواجن. عشان انا انفذ قانون 70
ال 12 مليون دول عايزين فرصه عمل ثانيه. طبعا ده انا يعني ما هي يعني اسمح لي، هي نسبه وتناسب. يعني القانون 70 بيتكلم في الزام المجازر، وبالتالي المنظومه وضع المنظومه بالكامل تحت مظله رقابيه بالظبط، وبالتالي زياده احتياج للمجازر من العماله. هنا انا بتكلم، انت بتتكلم عن عماله طبعا، وده حقك حضرتك. انت مثلا لو عندك المحل في القاهره في ناس شغاله، العربيه اللي بتسوق له بتجيب سواء من المنصوره من كفر الشيخ من القاهره عليها ناس عاملين اكتر من 12 مليون. حضرتك يعني قعدتهم في البيت؟ لا مش هيقعدوا في البيت. أنا هتطلع لمجال المجازر. حضرتك في مجازر موجوده حاليا، في مجازر موجوده، بس احنا عشان انا كده كده هسوق، لو كل مزرعه هيبقى فيها مجزر، لكن مش لازم هتنقل الفراخ هتوديها للمجازر. انت هنا بتتكلم في صعوبه وجود مجزر بالظبط طبعا يرتبط بكل مزرعه طبعا هيبقى شيء صعب طبعا. وطبعا معظم المصريين واخدين ان هو يروح يشتري الفراخ. معايا وجهه نظر تانية. اتفضل. يعني اسمح لي، معايا التليفون. اتفضل يا فندم. الاستاذ رضا الحبيشي صاحب مجزر مصطفى. اهلا مساء الخير يا استاذ رضا. مساء النور يا فندم. استاذ رضا برحب بيك جدا، ومعايا هنا في الاستديو في الحقيقه الاستاذ محمد الهنداوي رئيس بورصه دواجن بكفر الشيخ. في الحقيقه يعني اخذنا الحديث الى القانون 70، وهو يعني تخوف من تطبيق هذا القانون نتيجه وجود يعني تخوفات من تشريد الكثير ملايين من العماله في هذا القطاع. راي حضرتك كقائم على مجزر او صاحب مجزر؟ كقائم على مجزر ان يعني معلش يبقى الذبح تحت اشراف الضبطري، تحت رقابه اداريه، هيتم عليها تحديد الاسعار، هيتم عليها يعني في حدود كثيره هتتم على الحاجات، ان هو يبقى مثلا تحت اشراف الضبطري. غير ان مثلا النهارده معلش المستهلك النهارده هي بتتباع في المزرعه ب 74 جنيه، على ما توصل المستهلك صاحي 85 جنيه. طب حضرتك حتى لو في مجزر ما هتوصل برضو المستهلك بالسعر ده باعلى من السعر ده. المجزر شويه ملزم من بعض. تمام. ما هو يعني أنا لو هي هو ماشي هو هيلتزم بالمجزر، بس برضو هو لما يتباعها في المجزر هيوصلها للمستهلك. انا السعر. يمكن انا بختلف مع استاذ رضا في تفصيله كده معانا. احنا كده كمصريين عندنا ثقافه مهمه ان انا بحب اشوف الفرخه بتتذبح، اروح اشتريها حيه قدامي كده من قدامي، انما مش كل الناس بتشتري فراخ طبعا مذبوحه. اتفضل سامعين يا جزر. يعني الثانيه هتندبح تحت رقابه اداريه، تحت طب بيطري، تحت اشراف. كل مجزر النهارده فيه اشراف طب بيطري وفي رقابه اداريه. خلاف المحل بيذبح ويجهز ما بيتشافش هي مذبوحه ازاي، ما المجزر هيوصلها للمحل يعني بالعكس المحل بيتشاف عن المجزر. البيع مبرده. طب انا عايزك تناقش بالظبط. بالعكس المحل انا لما بخش اشتري فرخه انا بنقي الفرخه واقول له اذبح لي دي. طب لكن في المجزر، ولكن لا عندنا يعني في الغالب شفنا بعض اصحاب محلات بيلجأوا بعمليه ذبح. مظبوط. قبل يعني شفنا معروض معارضينها مظبوط. بس هي الفكره كلها يا استاذ، الفكره كلها حضرتك يا استاذ رضا، النهارده انا عشان انا اذبح اجيب مجزر احطه في كل محافظه او في كل، طبعا في 12 مليون اصلا انت هتوديهم فين؟ بغض النظر عن اسمح لي استاذ محمد واستاذ رضا، يعني انا اسمح لي، هذا القانون دايما كان مسار جدل بالظبط بين العاملين في القطاع، واعتقد هيقتطع وقت كبير من حلقه النهارده. يمكن عشان كده هنخصص حلقه ان شاء الله يكون فيها حضرتك منورنا هنا في الاستديو، والاستاذ هنتكلم بشكل اوسع يمكن بكره ان شاء الله. حلقه بكره انا يعني بدعو الجميع لمشاهده الحلقه بنفس الميعاد بوجود استاذ رضا الحبيشي والحاج هاني شحاته والحاج حماده سعد اصحاب مجزر مصطفى. حضرتك كمان هتكون معانا ان شاء الله. ندي مساحه اوسع للقانون 70. شكرا شكرا استاذ رضا. شكرا استاذ محمد. سريعا في النهايه يعني عايز اسمع منك كده روشته لاصلاح القطاع. بالظبط. لازم يبقى في رقابه على كل حد بيتابعنا مرتبط بالظبط. لازم الدوله تتدخل. اول شيء يبقى في رقابه على الكتاكيت، يبقى في رقابه على شركات الدواء، يبقى في رقابه على الاعلاف عشان المنظومه كلها تشتغل. لا مفيش رقابه هتفضل اسعار تطلع وتنزل، واللي عايز يشتغل بمزاجه يشتغل، واللي عايز يرفع سعر الكتكوت هيرفعه. يعني دي حاجه متوقعه، انما لازم الدوله تتدخل، لان زي ما انا قلت لحضرتك، انا من خلال حضرتك بتكلم دلوقتي، بعد 35 يوم و40 يوم هتشوف فجوه. احنا كمان حضرتك يعني بشكرك وبتضامن معاك، وفي الحقيقه بوجه هذا النداء طبعا. لازم الدوله تتدخل، لازم الدوله تتدخل. موضوع امن غذائي في الحقيقه، هناك تحذيرات من كارثه
مقبله اذا لم تتدخل الدوله بشكل سريع في الرقابه على شركات الكتاكيت، وايضا وضع قوانين ملزمه لمحلات الطيور في جميع المحلات وتحديد سعر الرقابه على المحلات. شكرا جزيلا، وان شاء الله انت معايا بكره في حلقه بكره في نفس الميعاد ان شاء الله نتكلم بشكل اوسع مع ضيوفنا اللي هينورونا في كيفيه ضبط الاقطاع بشكل اكبر. مش هيدينا في كل مكان. الى هنا نكون قد وصلنا الى الختام، نرجو ان نكون قد افدناكم، وان شاء الله نلتقي بكره في نفس الموعد. تحياتي محمد طاهر.